قدر نروح لفريق اخر، فريق 2008 ايضا المتصدر بطوله الجمهوريه، وهيكون في الجزء الثاني الكابتن تامر حسن وعبد الرحمن مانو، ليكونوا ضيوفي بعد قليل. المدير الفني وواحد لاعبين فريق 2008 المميزين هنتكلم باستفاضه، لكن قدروا في ملاعب الناشئين ايضا في مدينه نصر يفوزوا على البنك الاهلي بخماسيه. نشوف مع بعض ايضا خماسيه النادي الاهلي في البنك الاهلي، ونروح نحلل مع بعض الخماسيه. فريق 2008 فريق من العناصر المميزة، ده أولى أهداف فريق 2008 اللي بينافس بقوة، وطبعا متصدر بطولة 2008 وبينافس معاه أيضا إنبي. أحرز أهداف النادي الأهلي بلال عطية وعبد الرحمن مانو، اللي هيكون ضيفنا النهاردة، أحرز هدفين، ومروان محمد ومحمود حسام. ده الهدف الثاني للنادي الأهلي، برضه هدف من الأهداف الحلوة ومهارة التسديد، الاستلام في مساحة ضيقة، فتح زاوية التسديد، وهدف من الأهداف الحلوة اللي فيها مهارة. الهدف معانا مرة تانية، جملة اتحضرت من ناحية هنا، الاستلام فتح لنفسه زاوية التسديد وقدر، صعبة طبعا على حارس المرمى، بالرغم انها في زاوية حارس المرمى، لكن في الزاوية الضيقة سرعة والقوة بتاعة الكرة، طبعا هدف من الأهداف الحلوة.